ميديا، يعني إذا ما احترمناش حنا في الوسطى واحترمنا بعضياتنا حتى واحد ما يحترمش. كما قلت شهر مبارك من عالي جدا، فأنا جد مفخور لأنني داخل حائط بلدية مدينة جديدة. لكن أظن هيك تعبير أستاذ، واو أستاذ هنا شو التعبير؟ لأنني وحيدة هنا، لكنني جد مفخور لأنني مع أصحاب أحيانا تذهب الكلمات عندما نقف أمام شخص الشعر أمي بلدي واو أخونا It is a time to change التي تعدى سنوات فشكرا لك.